بعد ما اطمننا على احوال الطقس النهارده، خلينا كمان كده ناخدكم جوله في اسعار العملات والذهب النهارده اخبارها ايه، والبدايه بتكون مع اسعار العملات. نبدا في البدايه مع الدولار الامريكي. سجل النهارده الدولار الامريكي للشراء 19 جنيه و30 قرش، اما للبيع 19 جنيه و40 قرش. اليورو سجل النهارده للشراء 19 جنيه 57 قرش، اما للبيع 19 جنيه 68 قرش. جنيه استرليني سجل النهارده للشراء 22 جنيه 56 قرش، اما للبيع 22 جنيه 69 قرش. الريال السعودي سجل النهارده للشراء 5 جنيه و13 قرش، اما للبيع 5 جنيه و16 قرش. الدينار الكويتي سجل النهارده للشراء 62 جنيه 61 قرش، اما للبيع 62 جنيه 97 قرش. بالنسبه لاسعار الذهب النهارده، البدايه بتكون مع عيار 18. سجل النهارده عيار 18 957 جنيه، وسجل عيار 21 1116 جنيه، سجل عيار 24 1275 جنيه، اما جنيه الذهب النهارده فسجل 8928 جنيه.